السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello and welcome into the clinical chemistry master degree of the clinical chemistry. This is timetable of medical laboratory instrumentation specialty of clinical chemistry. This timetable here show us the number of lectures and the practicals about the medical laboratory instrumentation clinical chemistry. هنا عندنا الجدول بتاعنا بيوضح لي عدد المحاضرات والمحتوى بتاع الكورس بتاعنا بتاع Laboratory Instrumentations in Clinical Chemistry، وكذلك الجانب العملي. هنجي بكل بساطة هنشوف محاضراتنا بتحتوي لي على كم محاضرة، والـ Types of Instruments اللي هندرسها، وهنشوف كل واحدة in detail لأنه بتهمنا جدا في شغل المختبرات الطبية أو في Medical Laboratory Science Especially Clinical Chemistry. أنه حسب البرنامج بتاع الجودة أو الـ WHO بيقول أنه معظم الـ errors اللي بتحصل في الـ Analytical Phase بيكون سببها هي الـ Instruments أو الـ Automations بتستخدم داخل الـ Laboratory، نتيجة أنه يكون فيها مشكلة بتاعت calibrations أو not well used أو الـ SOPs أو standard operation procedures حقتنا ما بتطبق بصورة صحيحة في استعمال وأخذ القراءات من الأجهزة. فالجانب بتاع الـ medical laboratory instrumentations مهم جدا جدا لأنه بيلعب ليه دور كبير في الـ accuracy of results and to get reliable results. في الاستيرمنتيشن هو بسيط جدا، كورس ما معقد، فيه محتويات بسيطة جدا هنفهمها ونعرف أهم حاجة الـ principles حقت كل جهاز بيشتغل بيها أو الطريقة أو الميثودز اللي بيشتغل بيها. هنتطرق بعد ذاك للـ component parts اللي هي الأجزاء حقت الجهاز، بيتكون من كم component part أو الـ functional component parts. هنشوف برضو اليوزيز الاستخدامات الأجهزة دي بنستخدمها لاستخراجات نوع من النتائج، سواء كان هرمونز انزيمز أو تستخدم في الجنرال كيمستريز. هنشوف كل واحدة وقراءات أو بتعمليات نوع من النتائج أو التحاليل المستخدمة. برضو في جزء مهم جدا كبير هنتطرق له في محاضرتنا بصورة عامة عن كل جهاز، اللي هو هنشوف الجانب بتاع الكواليتي كنترول. مهم جدا جدا أنه الجهاز لازم يكون calibrated ويطبق فيه معايير الجودة، والمعايير حقت الجهاز باعتبار أنه يديني نتائج صحيحة. وحنشوف الطرق اللي بنعمل بها calibration للإستريمنتس اللي هي حسب نوع الإستريمنت، إذا كان هو photometry أو عنده other principles، كيف بنعمل check لكل جهاز انه هو شغال بصورة صحيحة وما فيه مشكلة بتاعت fluctuation، سواء كان تيار كهربائي او في malfunction في اي parts من الاجهزة دي. اذا هو كورس مهم بيحقق لي او بيعمل لي exclude ل 90% من ال errors اللي بتحصل inside the lab او بنسميها بال analytical phase، وبيكون السبب الرئيسي فيها هي الأجهزة، وغالبا هي بتؤدي إلى errors بنسميه systemic errors، وهي أخطاء بتكون كبيرة جدا جدا وشائعة في اللابراتوري. طيب هنبدأ الكورس بتاعنا زي ما شايفين introduction to the course اللي هو حسنا بقدم فيه الـ timetable حقنا. إن شاء الله هنمشي في الـ lectures، هنبدأ بالـ photometric measurements. الفوتومتريك هنا هنشوف الأجهزة اللي هي بتستخدم فيها خاصية القياس الضوئي، ولما نقول فوتومتريك اللي هي جاية من فوتون آن متريك يعني فوتو ميجرمنت، والأجهزة بتستخدم فيها القياس الضوئي زي الكلوروميتر، سبكتر فوتوميتر، الفليم فوتوميتر. إذا هي كل أجهزة في الغالب نلقى كلمة فوتوميتر أو متريك أو فوتومتريك بتدخل فيها، ودي هنا بيكون تبع القانون تعبير عن لامبر لو، وحنيجي نشوف القانون ذاته بتاع بير واللامبر لو اتوضعوا كيف والاساسيات حقتهم، باعتبار انه هو من اهم اللوز بعد ذاك بناخدها او بنمشي عليها في كل الفوتومتريك ميجرمنت. اذا عندنا ثيوري اوف فوتومتريك، وحنشوف بعدها الفليم فوتوميتر
بيعتبر انه واحدة من الاجهزة بتشتغل على الفوتوميترز بالاضافة للفليم، وهنشوف الكومبوننت بارتس واليوزز بتاعته والسامبل والكاليبريشن بتاعه الكواليتي مينتنانس حقته، سواء كان ويكلي او مونثلي او ايرلي مينتنانس. في المحاضرة بعد ان شاء الله هنتطرق برضو للإلكتروفوريسيس، والإلكتروفوريسيس واحدة من الميثودز او الاستريمنتس مهمة جدا في عملية السبريشن، او بيسميها بالسبريشن تكنيك، من ضمنهم الإلكتروفوريسيس والكروماتوغرافي، دول كلهم بيتخطوا في السايت على السبريشن تكنيك، وعنده different uses وأهميات كثيرة وفي different types، هنتطرق لها إن شاء الله بالتفصيل وهنشوف كل واحدة مستخدمة في شنو. كذلك هنمشي عندنا حيسمى الأتوميك أبزوربانس، اللي هو ده برضو واحدة من الأجهزة اللي بنقيس بها التريس إليمنتس، وعنده principles اللي هي مختلفة من الفلام فوتوميتر، لأن الفلام فوتوميتر as emission وده absorbance، فبالتالي في اختلاف بيناتهم، وحنجي ان شاء الله بالتفصيل نشوفه. حنجي برضو نواصل عندنا حاجه اسمها الاي اس اي، واللي هي اختصار ل اي ام سيلكتيف الكتروت، واحده من الاجهزه المستخدمه في الميجرمنت اوف الكترولايت او الميجر الكترولايت. اذا هنا يكون عندنا ثلاثه انواع من الاجهزه بتستخدم في الميجرمنت اوف الكترولايت، اللي هي الفليم فوتوميتر والاي ام سيلكتيف الكتروت بلس الاتوميك ابزوربانس، وهو بيستخدم فور تريس اليمنتس. إذا دي ثلاثة أنواع من الأجهزة مهمة جدا تستخدم في الـ body measurement of electrolytes. هنتطرق للتربيمتري and what is the thermometry واليوزز حقته، بتعمل يستخدم في نوع من القياسات أو نوع من التحاليل، وهنشوف الـ component part والـ principles حقته والطرق بتاعت المعايرة إن شاء الله. كذلك هنتطرق لحاجة اسمها الـ gas analyzers، واحد من الأجهزة المهمة جدا بيستخدموه في الـ ICU، وده دائما عنده أهمية في measuring of the blood gases such as partial carbon dioxide, oxygen and blood pH، ومهم جدا أنه دائما بيستخدم قريب للـ ICU أو الغرف بتاعت الـ ICU، لأنه أي change في الـ blood pH and blood gases is a critical situation needed medical attentions. هنجي نتطرق برضو لحاجة اسمها النفلومتري، هنشوف الفرق بين التربيومتري والنفلومتري من ناحية بتاعت أناليسيس والكمبوننت بارتس. برضو عندنا الكروماتوغرافي من الأجهزة المهمة جدا في المختبرات، بيستخدم خاصة في شغل السبريشنز تكنيك أو في شغل الريسيرش، وهو برضو واحد من السبريشن تكنيك زي ما ذكرنا زي هو الإلكتروفوريسيس، وعندنا different type of chromatography، وحنجي نشوف الميثودز اللي بيشتغل بها أو depend on some physical properties اللي هي بتستخدم في measurement and separation. الجدول بتاعنا هيتواصل ان شاء الله، هنيجي نشوف حاجه عندنا الاميونو تكنيكس، ومن كلمه اميونو تكنيكس طبعا معروف انه داخل فيها الجزء بتاع الاميونولوجي اللي هو الانتيجين انتي بودي رياكشنز، ودي هي ريجنت تستخدم فيها as antibody as marker or antigen as marker وحسب الميثودز المستخدمه. ومن الاميونو تكنيكس عندنا different type of instruments ممكن نستخدم زي الإلايزا، الروكيت اميونو اسي، او ممكن نستخدم ال different type of radio اميونو اسي. اذا هي كلها عبارة عن اميونو اسي، ال principle او ال basic principle حقتهم واحدة، هي antigen antibody reaction. بعدك باختلاف ال methods او ال instruments بيقرا لنا الطريقة بتاعت ال reaction او ال binding ده، سواء كان fluorescence او بيجري لنا UV light زي ما في الإلايزا، لكن الفكرة أو basic principle هي antigen antibody reaction، هنجي إن شاء الله بالتفصيل. كذلك هنتطرق للإلايزا، هنعرف الإلايزا هي شنو واستخداماتها والطرق أو procedures الأيدي اللي بنشتغل بها الإلايزا حقتنا، وكيف بنعمل calculation للresults. برضو هنواصل في الكلينيكال كيمستري اوتوميشنز، هندرس فيها الفول اوتوماتيد كلينيكال كيمستري، هنتطرق لبعض الاجهزه الحديثه اللي هي بتشتغل على الفول اوتوميشن، وهنعرف هي شنو وانواع شنو والطريقه بتشتغل بها او البروسيسز بتشتغل، لان هي سبيكه المور ادفانس في اللابراتوري، وهي معظم الحسي بنشتغل بها في المين اور كور لابراتوري، بيكون في عدد السامبل دائما كبير جدا جدا. هنتطرق للمولكيولر تكنيكس،
لكن molecular techniques related to clinical chemistry. يعني شوف في بعض molecular techniques أو اللي بيستخدم في الأحياء الجزيئية، والتكنيكس دي عندها علاقة بشغلنا بتاع الكيمياء. هنختار منهم بعض التكنيكس، مثلا زي اللي عندنا الويسترن بلوتينج تكنيك والإسترن بلوتينج تكنيك، والفرق بيناتهم شنو. وعندنا الويسترن والإسترن، يعني واحد من دول بيستخدم للدياجنوس اوف بروتين، ويعني واحد بيستخدم للدياجنوس اوف انتيجين انتي بودي رياكشنز واليوزز حقتها، وهنجيب التفصيل. وهي حاجة بسيطة جدا جدا، والفروقات بيناتهم واضحة جدا جدا. عندنا تاني بي اتش ميتر، طبعا من الأجهزة البدائية جدا لكن مهمة لقياس البي اتش، وبنحتاج لها حتى في قياس البلازما بي اتش او اليورين بي اتش او البودي فلويدز بي اتش. والبرنسبل حقتهم بسيطة جدا جدا غير معقدة، هنشوف كيف بيتم قياس الهيدروجين ايون كونسنتريشنز. بكده هنكون خلصنا التايم تيبل حقنا او الليكشرز اللي هي موضوع حسب التايم تيبل. هيجي الجانب بتاع البراكتيكال اللي هو هيكون فيه استاذ محمد صديق واستاذ ابراهيم، وهم الاساتذه ممتازين جدا جدا في الجانب العملي، وعندهم خبره كبيره جدا في الجانب بتاع الكالبريشن اوف اكسبيرمنتيشنز. وهيبدوا معاكم ان شاء الله من الفلتر سيلكشن للكلوروميتر، وكيف نعمل كالبريشن للكلوروميتر، والرياجن اللي بنستخدمه في الكالبريشنز لانها مهمه جدا جدا، باعتبار انه اي شخص عنده في اللابراتوري حقه كالوريمتر او سبكتروفوتوميتر. فبالتالي لو ما تحققنا من صلاحيه الاجهزه دي انها شغاله بصوره بروبر بتطلع نتائج صحيحه، فهتبين عليها نتائج خاطئه كبيره جدا. فهم هيستخدموا لكم في الجانب العملي بعض الرياجنس البسيطه كيف تتحقق بها من الكالوريمتر والسبكتروفوتوميتر انه يكون ويل بروبر مينتيننج اور مينتنانس ويل. هيستخدم برضو يحدوكم الميجرمنت اوف سم كيميكالز رياكشنز او الانزيمز ميجرمنت باستخدام السبكتروفوتوميتر، باعتبار انه اليوزز او استخدامات بتاعت الكلوريمتر بتفترق من السبكترو، باعتبار انه الكلوريمتر بيجري لك الفيزيبل لايت والسبكترو بيجري لك الفيزيبل بلس اليو في لايت. فبالتالي هتلاقوا في استخدامات او فرق في انواع التحاليل اللي بنستخدمها او بنستخدم بها جهاز السبكترو من الكلوريمتر، وهي غالبا دايما السبكترو بيشتغل لنا الانزيم ايس كاينيتيك لانها بتنجري في يو في لايت. وحديكم امثله وهتشتغلوا عليها وكيف تعملوا كالكوليشن للانزيم اكتيفيتي وتطلعها من السبكتروفوتوميتر. هيدوكم برضو حاجة اسمها البروتين ستاندرد كيرف، وده مهم جدا في الكالبريشنز، باعتبار انك كيف تعمل ستاندرد كيرف اللي هو ده هيعتمد على السكيلز اوف فيتنج، بيعتمد على انه الكلوريمترز بتاعك لازم يكون ويل كالبريتد والاوتوماتيك بيت تكون كالبريتد. فبالتالي كيف تعمل ستاندرد كيرف وكيف تطلع النتائج بتاعتك بطريقة الستاندرد كيرف او الطريقة العادية بتاعت التيست على الستاندرد في الكونسنتريشن. هيواصلوا معاكم برضو في الجانب العملي اللي هي حكم وغاز وطوال هناك استيميشن اوف صوديوم ام بوتاسيوم، لانه هناك هندرس جهازين هما الصوديوم والبوتاسيوم باي فليم فوتوميتر ان اي اس اي. هنا حديكم الاستيميشن باي فليم فوتوميتر، تطبقوه على الفليم فوتوميترز، كيف تحضر السامبل، تحضر الستاندرز، كيف تعمل الايديال ديليوشن للسامبل والستاندر 1 تو 10، كيف تحضر القراءات البروبر ميثودز اوف check on the flame photometer and ISE. وبرضه هيتطرقوا لكم انه ال trace elements كيف بنقراها بال atomic absorbance photometers، ممكن اعمل لكم demonstration لها. كذلك برضه هيشتغل معاكم في الجانب بتاع الإلايزا اللي هي باعتبارها من الاميونو تكنيكس، هيوريكم الفرق بين اللي هي الساندويتش إلايزا والدايركت والإندايركت إلايزا، واستخداماتها كيف والطريقة الأيديل في المجرمين. وحدكم مثال عليها طبعا هرمون مجرمين، ممكن تشتغلوا على هرمون باعتبار أنه تعملوا كالكوليشن للستاندرز حقتها وترسموا الكيرف وطلعوا النتيجة الصحيحة من الستاندرد كيرف. فبرضه هنتطرق في الهيموجلوبين A1C، باعتبار انه هيموجلوبين A1C باي كولوم كروماتوجرافي هي واحدة من الميونو كروماتوجرافي تيست، او بنستخدم فيها الكولوم كروماتوجرافي تيست، وحكون ماشي مع محاضراتنا بتاعت الكروماتوجرافي تيست. وحدكم برضو ال PSA باعتبار انه ممكن هنشتغل واحدة من الميونو كيميكال ميثودز اللي هي بالاميونو فلوريسنس ميثودز.
ده فيما يخص الجانب العملي، نصل لحد تشتغلوا فيه هو الجزء بتاع الكتروفوريسيس مع أستاذ أسماء، وكذلك البي سي آر، وده برضه هيكون في نهاية الكورس أو البراكتيكال حقنا، وده برضه مهم جدا في الجانب بتاع الميديكال لابوراتوري انسترومنتيشن الخاصة بالكلينيكال كيمستري. بكده أكون وضحت لكم التايم تيبل بصورة بسيطة، وطبعا ده آخر حاجة عندنا في الفاينل إكزام، والفاينل إكزام متقسم لثيوري إكزام أند براكتيكال إكزام، وده هيجي إن شاء الله في وقته، هنشوف طريقة الإكزام كيف والستركشرز أوف إكزام، والبراكتيكال إكزام بيكون بياخدوا طريقة. بكده بنكون خلصنا التايم تيبل حقنا إن شاء الله، وكون استفدتوا من الكورس بتاع الميديكال لابوراتوري انسترومنتيشن سبيشالي إن كلينيكال كيمستري. وزي ما قلت لكم أهم حاجة في الكورس ده أنه الشخص يفهم كل experiments بنشتغل به شنو، والهدف منه شنو، والطريقة الأيديل بتاعت الكاليبريشن أند مينتنس. ده الهدف الأساسي المهم لكل الميديكال لابراتوريز. بعد ذاك ما في حاجة، يعني هو بسيط جدا جدا، ومن الكورسات المهمة في الميديكال لابراتوري. طيب شكرا والسلام عليكم، إن شاء الله تلاقى في أول محاضرة اللي هي هتتكلم عن A Series of Photometry.